أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. على امتداد خريطة الوجع السوري، يثبت الشاعر أنه لسان حال بني قومه، أنه من يقف حارسا لبوابة الأمل المنتظر، أنه من ينزف دمه مثل نزفه دموعه، على أمل أن تكون كلها وقودا من أجل شعب يستحق الحياة، ومن أجل تخليق حالة وعي لا تنفصل عن مستقبل شعب يبني وطنه بدمه وبإرادته وبحرصه على الحياة تماما كحرصه على التضحية من أجل الوطن الذي يستحق. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي. هنا معي في الأستوديو الشاعر الدكتور عامر الجراح، شاعر سوري يستحق أن نحتفي به في هذه الحلقة من بيت القصيد. حللت أهلا ونزلت سهلا دكتور عامر. حياكم الله وبارك فيكم أستاذ مصطفى، وأشكرك على هذا التقديم الجميل مثلك، يعني فإن شاء الله نكون كما قلتم. أنا أعرف نفسي، أنا الدكتور عامر الجراح. تفضل. أستاذ البلاغة. نعم. هذه الصفة العلمية. بصفتي شاعرا، أنا كتبت مجموعة من الأشعار. نعم. طبعتها في ديوانين. الديوان الأول كان بعنوان لا شيء يشبهني. يعني لك مجموعتان منشورتان. نعم، مجموعتان. جميل. المجموعة الأولى هي لا شيء يشبهني، طبعت سنة 2020. المجموعة الثانية هي كثير من الموت قليل من الحياة. جميل. هذه طبعتها في العام اللاحق، وهي في يعني 2021. طبعا هاتان المجموعتان هما مجموع لأشعار كتبت خلال 20 عاما. ما شاء الله. ذهب أكثر مما نشر يعني من الأشعار التي ذكرتها بسبب الظروف، وسقطت من يد الزمن كما يقال. يا الله. طبعا أنا التجربة الشعرية عندي بدأت في المرحلة الثانوية. وكتبت في تلك الفترة على البحور المجزوءة، وأيضا على بحر كامل. البحور المجزوءة أنا أول قصيدة كانت لي هي هذا، حينما كنت في مرحلة الإقلاع. نعم، في مرحلة الإقلاع تماما. جميل. طبعا هذه المرحلة يوجد قبلها مرحلة تهيئة، كانت في الإعدادية، مرحلة الإعدادية، لكن لم أكن أجيد الوزن وقتها، فكنت يعني شبه قصائد نثرية. لكن بذرة النمو الشعري بدأت تتشكل في ذلك الحين. نعم، لديك. نعم. ولربما هي يعني التي يعود لها الفضل بما أنت عليه الآن أيضا. تماما. جميل. فأذكر يعني إحدى الطرائف التي حدثت معي. تفضل. كنت كتبت قصيدة نسيتها منذ الإعدادية، يعني مضت عليها 30 أو أكثر. كنت أقول فيها: ترى الأنفس قد جنت وهن سكارى. أعتقد هذه كانت بداية القصيدة. نسيت الذي يليها. فكان هناك صديق عراقي، ونحن الآن في قناة عراقية. تفضل. كان يعني يقرأ هذه الأشعار. هي طبعا ليست يعني بالمستوى الشعري التي نستطيع أن نقول إنها قصائد. نعم. فكان يقول ردا على قصيدتي هذه: ترى الأنفس قد جنت وهن سكارى. كان يقول: تدري يا عامر لماذا بدر يشرب السيجارة؟ والله لأن شعرك كله مستعارة. فأقوى في هذا البيت. قفاها باللهجة الدارجة. نعم. وإن لم يكن قد قفاها. نعم. بالفصحى. نعم. بالشكل. نعم. فكان الذي نعم كان عليه. يقول يعني في سن الإعدادية كلام بمثل هذا المستوى يعني عنده لا يصدق أنني أنا من كتب. نعم. هذه. سنأتي على ما يتعلق بدرجتك العلمية وما تحب في أبواب الأدب المختلفة وما تشتغل به كذلك. نعم. لكن قبل ذلك دعنا نفتتح هذه الحلقة بقصيدة تختارها لنا حتى نشنف. نعم. آذان حبا وسرورا المشاهدين. سأبدأ بقصيدة أنا طبعا كتبت على الشطرين. نعم. زمنا طويلا، ثم بدأت بعد ذلك بالتفعيلة. اقرأ ما تحب لا بأس. فلأقرأ عليكم مثلا قصيدة عن الغربة. تفضل. وهي بعنوان نستالوجيا. نستالوجيا أي الحنين إلى الأوطان. قلت فيها: شرد بنا، شرد بنا وانكأ جروح الذاكرة، يا أيها الألم الحنين،
أيا رؤانا الغابرة شرد بنا، فحروفنا لقحت من التخييل حتى آخرة، لكنها يا ويح قلبي عاقرة. لا جذوة من طور سينين استقالت من دمي، لا ريح تعبق من قميص الصبر تجعل عين سؤلي باصرة. بي كم تلوذ نوارس الأيام، بي كم تلوذ نوارس الأيام، كم قلب الصواري والبحار دمي وشعر الباخرة. لكن آمالي التي أحيا لها طافت وبسم الله مجريها، تنوس كأنها تعويذة من ساحرة، الله. تجري بريح العشق لكن ما استوت يوما على الجودي. لا سكتت دموع الغيم عنها، لا دماء الأرض تبدو غائرة. تجري بريح العشق لكن ما استوت يوما على الجودي. لا سكتت دماء الأرض عنها، لا عيون الأرض تغدو غائرة. ظلي الوحيد فقد تناءت عن عيون الكاثرة. شردتنا يا ليل غير همومنا، ورؤى تمر نسيم صيف عابرة. شردتنا يا ليل غير همومنا، ورؤى تمر نسيم صيف عابرة. يا والله لاذت بنا ذكرى الطفولة إنها أفراخ غرثى حائرة. طفل أنا يشتاق في أيلول شم خريفه ودفاتره، ويضيع في زهو الربيع، يطير خلف فراشه سل عن خطاه أزاهره. سل صيف أيار الحصاد سنابله، وسل المراعي عنه كيف توائم الطفل الكبير مع اشتداد الهاجرة. شرد بنا يا أيها الألم الحنين. إن الغريب إذا استشاط أدار جيش حروفه ومشاعره. إن الغريب إذا استشاط أدار جيش حروفه ومشاعره. ومشاعره. لماذا هذا الدوران يا دكتور؟ نعم، هذه المسألة نحن نحاول أن نهرب من الحنين، مسألة الحنين إلى الأوطان، ونبحث عن المستقبل، نحاول أن نندمج ونتوائم مع الحياة الجديدة، لكن الذكرى تبقى تشدنا إلى الوراء، تسحبنا إلى الوراء. فيعني هذا الأمر لا يكون بيد الإنسان، يعني هو يدور ويعود مرة أخرى. الحنين هو نفسه، والأرض هي نفسها، كما يقول أبو تمام: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل. يعني هذه الحياة الطفولة التي عشناها، وحياة الصبا، هذه تبقى شوكة تخزنا كلما تذكرنا الأيام السوالف. طبعا أنا التجربة الشعرية بدأت بمرحلة ثانوية، بدأت بقصيدة على المجزوء، مجزوء الكامل أو مجزوء الوافر، قلت فيها، كانت هذه أعتقد سنة 97 وتسعمائة وألف، قلت فيها: عيناك أو مداد الشعر عيناك، بكل الحب أهواك، أيلقى القلب ألحانا إذا يوما تغناك، وضاعت كل ألحاني تلاشت في محياك، فحلي ضيفة عندي وهلي سوف أقراك، فإن ضاقت بك الدنيا جعلت القلب مثواك، ملكتي كل أبعادي فقولي كيف أنساك، أأنسى حبنا هذا وما أحببت إلاك، أمنسى دمعة أنت تعاني إثر ذكراك. حلو. نعم، هذه كانت أول قصيدة كتبتها. بعد ذلك كتبت قصيدة أخرى، طبعا: لما تشقين أيامي، لما تشقين أيامي وقلبي المثقل الدامي، لما تبكين أوجاعي، أجيبي صمتك دامي، أجيبي إن تقوليها يموت الموت قدامي، ويمتثل الهوى ذلا ويركع تحت أقدامي. جميل.
هذه كانت بدايات القصائد التي كتبتها. نعم. كثير من الموت قليل من الحياة، دعنا نكون يعني أكثر طمعا بحيث يعني نلح عليك لتقرأ علينا منه الكثير في هذه الحلقة، ولكن قبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة أود الذهاب بك بعيدا عن الشعر قريبا من تجربتك الأكاديمية وما تشتغل به عمليا في الأدب من مختلف ألوانه وفنونه، إضاءة بسيطة على عملك واشتغالك في العربية ولغتها، ومن ثم نذهب إلى قصيدة. تفضل. نعم، يسرني ذلك. طبعا أنا تخصصي الدقيق هو في البلاغة، نعم، لكن في تدريسي وفي دراساتي التي أقدمها وفي البحوث، نعم، لا أخرج عن النقد، يعني أنا أهتم بالنقد كثيرا في إطار النقد. نعم، ولا النقد سيما بشقيه الانطباعي والمنهجي أم بشيء بباب من أبواب النقد بكل أشكاله. جميل. وخاصة في علاقته بالبلاغة وبالجمال. نعم. فكنت أدرس في جامعة الفرات في سوريا قبل أن أخرج إلى تركيا، كنت أدرس مادة النقد القديم ومادة الأداب المقارنة وحاليا المقارن. نعم، كنت أدرسه إضافة إلى البلاغة طبعا التخصص الدقيق، وأيضا مادة موسيقى الشعر العروض. نعم، أيضا كنت أدرسها، هذه فيما يتعلق بأمور وحاليا التي تتعلق بالشعر. طبعا أنا كنت في جامعة ماردين درست فيها البلاغة في كليتي الإلهيات وفي كلية الأدبيات، ودرست فيها. نعم، درست فيها البلاغة، وأيضا كنت أدرس في معهد اللغات الحية، وهو يعني معهد غير الناطقين، معهد عالي. لا، هو معهد عالي لاسم القسم الذي يعني أدرس فيه هو اللغة العربية وثقافتها. ما شاء الله. فكنت أدرس البلاغة لطلاب الماجستير، هو معهد عالي فيه أقسام طبعا لغات أخرى، لكن اللغة العربية كنت أدرس فيها أنا مادة البلاغة. فيعني يوجد صلة بيني وبين الجمال والشعر دائما إن شاء الله. دائما الصلة موجودة، وهذه الصلة تجعلنا وإياك على تواصل مع النصوص العذبة والجميلة، ولا شك في ذلك أننا مقبلون على وجبة دسمة جديدة من الجمال وإلى قصيدة جديدة. دكتور، نعم، لك أن تختار ما تحب. طيب. أو أن تختار ما تحب. الآن سأنتقل إلى الشكل الآخر وهو الشطرين. اقرأ ما تحب. بارك الله فيكم. ما رأيك بأن أبدأ بالغزل؟ تحب الغزل يا صديقي؟ اغزل علينا. نعم. طيب، سأبدأ بمثلا حرفان. تفضل. حرفاني كي يمسي كلامي حلوا وممشوق القوام، حرفاني يا سلمى هما للجدب أسراب الغمام، وهما لذاكرة الغريب نهوض أوجاع نيام، وطنان لاحا كالسراب بقيعة الظن الهيام، وطنان من وطن تشظى في عراء وخيام، وأقول للمحزون إن الصبر مفتاح السلام. جميل. لا بد للقلب الحطيم من انتهاض واعتصام، لا بد للحرف الشجي من الهديل مع الحمام، حرفان يشتعل الوريد أسا فينطق بالغرام. الله. وتهيم أحصنة البيان على اللسان بلا لجام، وتثور أشعار الحنين كأنها سيل العرام، الحرف يا سلمى سلاح النور في وجه الظلام، الحرف يا سلمى سلاح النور في وجه الظلام، والحرف أصواء المسافر في مفازات الزحام، والكونه وهو المجرات استدارت بانتظام. جميل. من غيره لا روح لا معنى لهاتيك العظام، هو قلبنا هو فكرنا بعض السحابات السجام، تروي برار الروح تروي برار الروح تعشب كالرؤى ليل المنام، حرفان أنتظر الشروق يحفني من ألف عام، أستد كالرؤيا على وقعيهما مثل السهام، حرفان أنتظر الشروق يحفني من ألف عام. الله. حرفان أنتظر الشروق يحفني من ألف عام، أستد كالرؤيا على وقعيهما مثل السهام، حرفان يا سلمى لتمحى كل عارضة أمامي كي أبصر الأيام تمشي مثل زرقاء
يمامي، حرفان تشتعل الحياة بخافقي، كوني اضطرامي، كونيهما يا سلم كالفينيق أنهض من حطامي. كوني ولا تتساءلي، ما لي أسطر في كلامي، فأنا الغريب وهذه الدنيا سبيلي لا مرامي. فأنا الغريب وهذه الدنيا سبيلي لا مرامي، هي السبيل الذي نتزود منه بالحب، بالإنسانية، بالجمال، وكذلك بالنقاء والبياض الذي ينبغي أن يرافقنا من البداية وحتى انتقالنا إلى البداية التالية. دكتور عامر، أكثر ما يؤلمك على حال وواقع اللغة العربية في هذه الأيام بصراحة؟ اللغة العربية الأمر المؤسف جدا، ونحن نتكلم هنا في حلقة بيت القصيد، هو أن الشعر بات مجهولا غريبا. نعم. لا يستطيع الكثير من العرب أن يتحسسوا جمال الشعر. وجماله لا شك في الإيقاع، في الوزن بداية، هو يكون في الوزن. كثير من الناس، ويعني هنا قد أخص أيضا بعض أو الكثير من الأكاديميين، لا يستطيعون أن يميزوا موزون الشعر من مكسوره. أيضا اللغة العربية باتت غريبة. نعم. أهلها ابتعدوا عنها كثيرا ولم يهتموا بها. كان الشعراء قديما عندما يكتبون الشعر، يعني أنا الآن أتحدث عن الشعراء الذين يكتبون، قد يسمى شعرا ما يكتبونه، لكن لم ينتبهوا إلى أمر مهم، وهو أن الشعر صعب وطويل سلمه، كما يقول صديقنا البحتري، أعتقد الأبيات للبحتري. نعم. هو سلم صعب، هو مرقا صعب، لذلك يحتاج منا إلى أن نقرأ كثيرا. كان الشاعر قديما لا يقول شعرا إلا إذا حفظ آلاف الأبيات، كان يحفظ، يعني مثلا أبو تمام كان يجلس وينتقي له كثير من المنتخبات الشعرية، يحفظها، يكتبها، ينتقيها، له منتقيات أشعار القبائل وأشعار مثلا المولدين وأشعار الفحول، يعمل كثيرا من المختيارات ومن الأشعار القصائد ويحفظها. صحيح. ثم ينطلق بعد ذلك. الآن لا يوجد أي تحرج ولا يوجد أي احتراز أو انتباه لهذه المسألة، يعني الذي يكتب الشعر هناك استهانة وتهاون، ليس له ثقافة، ليس له ثقافة لا قديما ولا حديثا، يظن أن كتابة الشعر أمر سهل. صحيح. وما أكثر من يظنون الشعر سهلا. نعم. لكنه يعني صعب سلمه. نعم. أنا أقف أيضا على أمر مهم. تفضل. يعني هذا قد يكون دعوة للتثبيط، وأنا لا أريد أن أقول هذا، لأن مثلا حافظ إبراهيم الشاعر المعروف شاعر النيل، استمع إليه طه حسين في بدايات كتاباته الشعر، استمع طه حسين إلى حافظ إبراهيم وقال له: يا بني، ما لك للشعر، ابتعد عنه، هو لا يناسبك، وما خلقت لتكون شاعرا، ومن هذا الكلام. لكن حافظ إبراهيم لم يستمع لنصيحة أو تثبيط طه حسين، فاعتنى بشعره وأصبح شاعرا راقيا بشهادة طه حسين. هو يقول هذا، يقول: أنا كنت أقول له: أنت لست شاعرا ولا يليق الشعر بك، لكن هو تعهد شعره واهتم بنفسه وتثقف وكتب كثيرا فارتقى شعره. نعم، جميل جدا. الآن لو أردنا أن نتحدث عن أفضل ما يجب أن يهتم به الشعراء من أجل الارتقاء بالشعر والارتقاء باللغة العربية على حد سواء من وجهة نظرك. الارتقاء بالشعر والارتقاء باللغة العربية هما متلازمان. نعم. فالشاعر وظيفته أن يكون ملتزما بقضايا أمته، أن يكون ملتزما بأهداف الأمة، وأن يكون ملتزما أيضا بالواقع.
لا يكون أن لا يكون بعيدا عن واقعه. نعم. فيجب أن ينظر إلى أحداث الواقع، يجب أن يتحدث عنها، يجب أن يعني الجانب الوجداني في الشعر هذا أمر هو لابد منه، مهم. نعم هو أمر مهم ويفرض نفسه على الشاعر، لكن الشاعر الواعي هو الذي يبحث عن الأهداف، هو الذي يجعل من شعره بوابة لرقي اللغة ولرقي الفكر أيضا. حسنت. وليس فقط لرقي الوجدان والشعر، وهذا ما نبحث عنه الآن في القصيدة الجديدة التي نعم. ستقرأها علينا. طيب الآن من أي ألوان الشعر ستقرأ هذه المرة؟ سأقرأ عن الوطن، كنا نتحدث عن الالتزام. لا بأس، في اقرأ ما تحب. القصائد قصيدة يا وطني. تفضل. طبعا الغربة حاضرة في معظم القصائد التي ربما وهي ملح الشعراء. نعم. يا وطني القابع خلف حدود الليل، تعال الصبح بعيد والظلمة شدت غيمتها في باب القلب، يأسي الأوتاد وثراك حبال، لا تسألني عن أخباري، لا تلمس إحساس جداري، فالقلب غدا مثل الديجور والنور محال. في نوبة صبح عرضية شدتني لهفة عيني، فنظرت إليك من الشباك علي ألقاك. الله. فينط الحارس في يأسي ويفتش جيبك في رأسي، يبحث عن ذرات العشق وهمس الفال، أرجوك تعال. فيمر الحارس في يأسي ويفتش جيبك في رأسي، يبحث عن ذرات العشق وهمس الفال، أرجوك تعال. الليل تملك أوردتي، قيدني وتنفس رئتي، واليأس عضال. يا وطني الممتد سماء تتفطر في كل نقير، وسماء الله بغير فطور، يا كمشة حنطة أيار. الله. يتربى فيها العصفور وتفيض غلال، يقتات الفلاح على كسرة خبز والخير يروح إلى جيب الأنذال. يقتات الفلاح على كسرة خبز ويروح الخير إلى جيب الأنذال. إن كنت كذلك يا وطني فالليل جميل معذرة والنور خبال، النور ضلال. إن كنت كذلك يا وطني فالنور خبال، النور ضلال. يا الله يا الله، هذه الحالة المحبطة لشاعر يعني ينقلب على واقعه، يتمرد على هذا الألم، إلى أين تريد أن تأخذ القارئ بالتحديد؟ هو هذه خذنا إلى البوابة التي تريد أن نقف عليها. نعم، هذه المشكلة، يجب أن ننتقل إلى الغزل إذن. قل ما تريد. نحن الآن في أوطان يعني ممزقة، وهذا الشعور لا نستطيع أن نتجرد منه، يعني نعم. نحاول أن ننسى أو أن نتجاهل لكن لا نستطيع، يعني الوطن مشتت ممزق وذكرياتنا فيه ونعيش في وطن نعم. آخر. هذا الشعور يعني يلازمنا دائما ويدخل في أشعارنا. يقول الشاعر الكبير عن وطن وعن نعم. الشاعر الكبير رائد بندر، وهو شاعر عراقي دكتور، نجله ونقدره ونحبه ونحترمه، يقول دخلت على الجواهري فوجدته ممسكا سيجاره وينظر إلى السقف ويقول الغربة تصنع الشعر. ماذا نعم. تقول أنت؟ نعم، هو هذا الكلام صحيح. هو الغربة فيها شيء من الشعور، والشعر هو شعور في الأساس، لكن أيضا التنقل تحرض شعور الحزن. نعم، التنقل يقول تنكأ الجراح. نعم، يقول الشاعر وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي. الله. فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. يا الله. فالتنقل هو غربة نعم، وشعور بالحنين، النستالوجيا، حنين إلى الوطن. الغربة تصب الملح البارد فوق الجراح الساخنة. تماما نعم. الغربة تصنع شاعرا، صحيح. جميل. لكن أيضا التنقل، الانتقال، الحياة الجديدة أيضا تصنع شاعرا. أبو تمام لم يكن شاعرا إلا عندما خرج من وطنه إلى مصر، وكذلك البحتري عندما خرج إلى بغداد.
فهذا الانتقال بين البلاد وأيضا داخل البلد الواحد يعني لا. أنا عندما كنت مثلا في القامشلي تغيرت حتى السوية الشعرية عندي تغيرت عندما أصبحت في الجامعة. في الجامعة أصبح هناك جو أكاديمي وأصبح هناك جو علمي وأصبح هناك جو شبابي وأمسيات شعرية كنا نشارك، وأذكر أنني أيضا كنت أفوز في بعض الأمسيات الشعرية المحكمة. كانت قصيدة عن فلسطين، كتبت قصيدة عن فلسطين اشتهرت، وجئت أيضا إلى الجامعة بقصيدة أنا ذكرت. هل تحفظها؟ نعم أحفظ منها. جئت إلى الجامعة بقصيدة اسمها أنتي لي، وهي قصيدة طويلة جدا. نعم. فسميت المعلقة الأنتيلية. اقرأ لنا ما تذكره. نعم سأقرأ من قصيدة فلسطين. نعم أصدقائي كانوا يسمونها المعلقة الأنتيلية، كانت طويلة. فأذكر منها: أنتي لي ليل ونجم وقمر، أنتي لي حب قديم مشتهر، أنتي لي تلك الليالي عشتها ذكريات مثلها عطر الزهر. يا ربيعا ساحرا أنت الندى وجمالا يشتكي منه القمر، قد حسبت العشق يفنى كالبشر، وحسبت العشق طيفا أو صور، ورأيت الهوى العشق فرأيت العمر من غير هوى كعيون انطفى فيها البصر. الله. طبعا هذه كتبتها في الثانوية. ومن فلسطين ما الذي تذكره من أبيات؟ عن فلسطين نعم، كانت هناك قصيدتان في إحداهم، في إحدى القصيدتين يوجد موقف طريف سأذكره. القصيدة الأولى التي سأذكرها شاركت فيها في أمسية شعرية محكمة فأخذت المرتبة الأول، قلت فيها في مطلع القصيدة أذكر منها أبياتا فقط: متى ينسى الفؤاد الهم قولي، متى أصحو على صوت جميلي، متى الأزهار تنمو فوق قبري ويسقى من دمي عطش الحقولي، ألا يا قدس خانتك المرايا وتلك العين تاهت بالكحول، فإني أبصر الأعراب نام وسيف هرقل يفتك بالخليل. يا الله. كفانا نشتقي في كل عصر ونرهب كل ظل أو ظليل، كفانا إنها قدس تنادي وتصرخ مثل شاة بالقصيل. يا الله. هذا ما أذكره من القصيدة. جميل. طبعا هذه كنت السنة الأولى في الجامعة كتبت هذه القصيدة. من الواجب على الشعر أن ينتمي إلى قضايا أمته وجراح أبناء عروبته. نعم نعم. كيف تعلق على ذلك؟ قبل أن أعلق على هذه المسألة ممكن أن أنتقل إلى القصيدة الثانية التي كانت في فلسطين. لا أذكرها صراحة أو حقيقة، هي كانت على التفعيلة وكانت أولى تجاربي في التفعيلة هذه. جميل القصيدة جداً. كانت أذكر منها: ناداكم دمعي فانهل أطفال الأرض المحتلة، ناداكم دمعي فانهل أطفال الأرض المحتلة. فما أذكرها، لكن أذكر لماذا أذكر هذين المقطعين أو السطرين، لأن وراء ذلك حكاية. يوجد لي صديق من قريتنا اسمه خلدون العلي، هو طبيب أسنان، كان شاعرا أيضا، نشارك معا في الأمسيات الشعرية، فما استساغ القصيدة، يعني هي كانت أول تجربة لي في التفعيلة، هو ما استساغها، فقال لي كتب، أرسل لي ورقة كتب لي أبيات يقول: يا عامر شعرك قد صلى في مسجد شعري وانحلى، يؤسفني من قولك عامر وأسفي أطفال الأرض المحتلة. فأذكر من هذا ما الطريف في الأمر، يعني أذكر لنا خلاصة الموقف لكسب الوقت. فرددت عليه نعم، قلت له: خلدون مسجدك الطاهر ما مر به يوما عامر، فتبارك من شعر فتبارك شعري من شعري، أم شعري منك أيا ناكر، خلدون يكفيني خلدون بلائي، فمصيبتي باتت في ظافر، وأنيس ونجيب حسبي أنسوني الماضي والحاضر. طبعا هؤلاء هم أساتذة النحو، كنا نجهز لامتحان النحو. فقلت له: أنا لست متفرغا لك الآن. عن فكرة أن الشعر ينبغي عليه أن يندمج في جراحات أبناء أمته وينتمي إلى وجع عروبته. كيف ترى هذه الفكرة أو هذه الفكرة والقضية؟ نعم، هذه المسألة مهمة. وحدة الأمة. نعم. وحدة الأمة والأمة، الجذر الذي يجمع هذه الأمة. صحيح. المشتتة المقسمة هو اللغة بلا شك. نعم. ونحن إذا حاولنا أن ننطلق من هذا المنطلق
أن نجعل الشعر رسالة أكيد من خلال اللغة يجمع هذه الأمة. نتكلم مثلا عن قضايا إخوتنا في فلسطين، نتحدث عن قضايا إخوتنا المظلومين المشردين في كل مكان، أن يستأنس الأخ بأخيه. أكيد. نعم. الآن سنأخذ استراحة قصيرة، بعده نعود للشعر مباشرة، اتفقنا؟ تمام إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إذن نأخذ فاصلا قصيرا الآن ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في استديوهات الرافدين ضيف بيت القصيد الدكتور عامر الجراح الشاعر السوري. حيا الله دكتور عامر مجددا. حيا الله وبياك، أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى، وسعيد بوجودي معكم. ونحن الأسعاد إلى قراءة في الشعر من جديد، وما تحب أن تقرأ علينا في هذه المرة؟ تفضل. ما رأيك أن أتحدث عن فلسفة الموت؟ اقرأ لنا في هذه الفلسفة. طيب. وعسى أن تكون خفيفة، تفضل. قلت فيها: نعم، الموت آخر صرخة للحرف في شفة التراب، هو غربة الروح، ارتعاشة عاشق وأنين ثكلى، وانكسار الصوت في بئر الغياب. يا الله. هو ذلك الطفل الذي تشدو له الدنيا كعصفور، يسابق روحه طربا ويبني قصره العالي على أرض السراب. الموت فلسفة الوجود على رقيم من عدم، والموت أحلام معلقة على كل المشاجب غير مشجبها السعادة، وهو المخاض وليس تعقبه الولادة. يا الله. وهو انتظارات تطول ثم تطول، لكن لا تحين إيابي، وأظل أسأل أيها الموت المرير، وأظل مصلوبا على شجر الجواب. ما الموت إلا أن ترى الأضداد تحتضن الخلاف هوا، فتفوت من باب وتثمر ألف باب. يا الله. وأمر ما في الموت موتك دون شاهدة ولا قبر ولا سقيا دم الأحباب. وأمر ما في الموت موتك دون شاهدة ولا قبر ولا سقيا دم الأحباب. تلكم حكاية من يموت منفردا، من يموت بعيدا عن وطنه. نعم نعم. هذا كتب علينا هذا القدر. نعم، هذا الواقع مع الأسف. هناك في كل بيت ثكلى، وفي كل بيت مصيبة كما يقول الشاعر، على كل عود صاحب وخليل، وفي كل بيت رنة وعويل. يا الله. وهذه يعني نتيجة الحروب التي حدثت، ويوجد في كل بيت هذا الاستقلاب وهذا التمحيص وهذه الفورة والدورة من عمر هذه الحياة. متى ستؤتي أكلها وثمارها لتنصف المعذبين؟ متى سيرون شمس الحرية باعتقادك؟ يعني هناك من يرى راحة في هذا العذاب، هناك من يحاول أن يستعيض عنه بالشعر. نعم. يحاول أن يجد متنفسا لروحه من خلال كلماته. هناك كثير من الناس يعني ثكلوا وفقدوا، وهناك من لم يستطع أن يرى ابنه. نعم. أو يرى صدقت أخاه. والله. صدقت. يعني هناك، لكن الحياة تمضي، الحياة تمضي، والإنسان يحاول أن ينسى. نعم. أن ينسى، لكن يبقى
جرسوا الذكريات يرنوا لا يستطيع الإنسان أن ينسى. أحسنت. يحاول الإنسان يحاول، لكن هذا هو القدر، لا نقول إلا نعم. أننا نسلم بأقدار الله. أحسنت. وهذا هو راحتنا. إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. أحسنت. نعم. إلى الشعر، وعسى أن تهز أسماعنا ووجداننا كذلك. ربما أحب أن أنتقل إلى الغزل. اقرأ ما تحب لا بأس. أنتقل إلى الغزل حتى نبتعد عن. تفضل يا دكتور. اقرأ ما تحب أن تقرأه علينا، كل ما تحبه نحبه، وكل شعرك جميل وعذب ويستحق أن يسمع بأذن القلب لا بأذان الرأس. تفضل. أشكرك على هذه المشاعر الطيبة. تفضل. أخي الحبيب أستاذ مصطفى، قصيدة بعنوان ملاذ. نعم. ألوذ بوجهك البحر كنورسة مدى الدهر، وأنقر عند شطيه كوقع الغيث في الصخر. أيا حلما يساورني ويسلب في الهدى فكري، ويأخذني إلى التاريخ من عصر إلى عصر، ويأخذني إلى مدن من الياقوت والتبر، كأني فارس الميدان والفرسان في إثري. جميل. أيا عينيك شطآن من الأحزان والقهر، تلوذ لدى مرافئها سفائن من لظى شعري. يا الله. وأعشق لحن قيثار على الخدين يستشري، وفي الشفتين أغنية فمن ثلج ومن جمري، وشعرك ليل قافيتي وفيه العشق كم يسري، وفيه قبائل الصحراء من قيس ومن بكري، وفيه الخيل والبيداء والقرطاس إذ يجري، وفيك الصمت والإعصار والأيام من عمري، وفيك الحرب أعشقها وإن فاءت إلى خسري. يا الله. وأعشقها هزائمنا وهل في العشق من نصري. وأعشقها هزائمنا وهل في العشق من نصري. ترى هل ترجع الأيام كي أقتص من صبري، وأخبر تينك العينين ما أسلفت من أمري. أملهمتي أعيديني إلى إحساسي الفطري. الله. أعيديني إلى قصص التي نسجت من الفجر، إلى أحلامي السطرت بحرف الراء والكسر. أعيديني إلى لغتي فإني لم أعد أدري متى ألقي عصا الترحال، أضوى ناقتي سفري. أعيديني إلى وطني. أعيديني إلى وطني. أعيديني إلى وطني تحطم غربتي ظهري، إلى أحضان قريتنا التي تغفو على البدر، وتسكن في دياج الليل كالأقمار في نهري، وتسكن في دياج الليل كالأصوات في القبر، وأبقى فوق تلتها أراقب صمتها المغري، كأني راهب ضاءت شموع الليل في صدري، وإني عاشق الرؤيا ومدنف حبها العذري. وإني عاشق الرؤيا ومدنف حبها العذري. هذا الحب العذري ربما يقودني إلى سؤال أيضا فيه من العذرية ما فيه، وربما فيه من المشاكسة، لك أن تقيم وتقدر المفاجأة القادمة. دكتور عامر، ما بين اشتغالك بالعمل الأكاديمي، وإن كان في حقل العربية لغة ونحوا وصرفا وبلاغة إلى آخره، وما بين الشعر، أيهما يستدرجك أكثر ويشدك أكثر، أم أن لكل منهما سيطرته؟ نعم، هذا سؤال جميل جدا، وسؤال وجيه يسأل كثيرا. يعني هل يستطيع الشاعر أن يتجرد للنقد، وهل يستطيع الناقد أن يكون شاعرا؟ طبعا العمل العلمي الأكاديمي هو قد يؤثر في الشعر، لكن الحالة الوجدانية أن تعيش الواقع، أن تذهب قليلا إلى الخيال، تبتعد عن الجمود والعلم، يعني أن تبحث لنفسك عن عالم آخر، يعني أن تعيش بين عالمين، هذا أمر صعب، يعني عالم الجمود وعالم العلم. ويعني أنا بسبب هذا الأمر الذي تحدثت عنه خلال 20 عاما استطعت أن أجمع فقط مجموعتين شعريتين. يا الله. بسبب العمل الأكاديمي المفقود أكثر من الموجود. نعم، العمل الأكاديمي هو شيء كثير مفقود، وتوقفت كنت أتوقف يعني في بسبب العمل الأكاديمي. نعم، هو يؤثر في تجربة الشاعر، الخيال والشعور والفكر، يأكل وقت الشاعر. نعم، يأكل وقتنا تماما، هذا هو
المختصر. نعم جميل. دكتور عامر، الآن أريد منك إجابة واضحة. سأطرح عليك 5 مفردات. نعم. وكل مفردة تعطيني معناها الذي يمثلك بعيدا عن معناها الدارج والمعروف عند الكثيرين. نعم. اتفقنا. يعني قراءة شعرية. قراءة شعرية من سطر واحد أو أقل. طيب. ليس شرطا أن تقرأها شعرا، وإنما بلغة شاعرية ولغة مفاجأة لا تنفصل عن الشعر. نعم. لك أن تعدها كذلك. الطريق. الطريق مهما كانت متعثرة يجب أن تجتاز. أعطني معنى الطريق، ماذا تعني لعمر الجراح؟ الطريق هي السبيل إلى الوصول إلى غايات نبحث عنها. التراب. التراب هو نحن. الهواء. الهواء ربما هو الذي يبعث الحياة في هذا التراب. الدمعة. الدمعة هي نتيجة هذه الحياة التي يبعثها الهواء في التراب. القلق. القلق أمر مهم للإنسان، هو إعادة النظر في الأشياء. استطعت أن تتكئ على كل مفردة فتبني إجابة للمفردة التي تليها، وكنت يعني محسنا في إجاباتك تماما كما أنت رائع في قصائدك. إلى قصيدة جديدة ربما تكون مسك الختام، أو ربما تعقبها قصيدة أقصر. تفضل دكتور، اقرأ ما تحب. سأختار نموذجا آخر. لا بأس، لك أن تختار قصيدتين قصيرتين بحيث تكونان مسك ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. اقرأ الأولى علينا أولا، ومن ثم سنذهب إلى سؤال خفيف، بعده نذهب إلى القصيدة الختامية. تفضل. أغنية للغريب، عدنا إلى الغربة مرة. الله يستر. طيب. قلت فيها: غني على ذكراي واشتعلي أسى. يا الله. هذا المدى الممتد ينتظر المساء، وأنا الغريب أحث كفي باحثا بين الرمال عن الخيال، فهل عسى. وأنا الغريب أحث كفي باحثا بين الرمال عن الخلاص، فهل عسى. غني فذي ذكراي تمشق قامة، فأنا النخيل إلى السماء تلمسا. وأنا النخيل أمد في أرضي يدا أجتث من نور اليقين لأغرسا. مدي يديك، مدي يديك إلى المدائن غيمة، روحي مددت لصيب دمعك أكؤسا. فأنا القفار الظامئات إلى الحياة، فأنا القفار الظامئات إلى الحياة، تشتاق ألسنة الشتاء لتنبسا. غني غني ولا تتلفتي لليأس، لا تتنفس الدنيا إذا ما عسعسا. يا الله. أنت الشموس، أنت الشموس فلا تخوني عهدها، ظلي الضياء وإن أتيتك حندسا. غني نشيد العابرين إلى المدى، ودعي وراءك من أشاح وأوجسا. ودعي ما وراءك من أشاح وأوجسا. أنا بها من قفلة أو خاتمة دكتور عادل. نقطة الالتقاء الرسالية من وجهة نظرك، الرسالة التي يجب أن تمثل نقطة التقاء لكل الشعراء وتوصيهم بها وتنصح نفسك بها قبلهم كذلك. طبعا الإخلاص للغة أولا، وللمبادئ ثانيا. الأمر الثالث وهو المهم أيضا، أن لا نعيش في الخيال فقط، نحن نعبر عن مكنونات أنفسنا نعم، لكن أيضا يجب أن نعبر عن واقع الأمة، يجب أن يكون الشعر ذا هدف، وهذا أمر مهم. أن يكون لسان حال من لا يستطيع أن يعبر، أن نكون لسان الناس، نتحدث بلسان همومهم وغمومهم ومشاكلهم وما يبحثون عنه. نعم، هذا من أهداف الشعر. نعم. أيضا أن ننتمي إلى العوام والبسطاء من الناس، هذه رسالة قيمة. نعم صحيح،
لكن هذا لا يعني أن تنزل بمستوى شعرك إلى مستوى أكيد. نعم يعني مثلا عندما كان يجب أن نرتقي بالعامة. نعم تماما أحسنت هذه الفكرة. يجب أن هذه اللغة لغتنا يعني صح. نحن نفهم ما يقال، لا يقال شيء غامض عنا. إلى مسك الختام الآن. طيب الآن سأختم بقصيدة، ما رأيك اقرأ ما تحب. هل أبحث عن قصيدة طويلة أم قصيرة؟ دعها تكون قصيرة خفيفة طيب. على اللسان ثقيلة في الوجدان. بارك الله فيك. تفضل. سأتحدث عن الطيف المتأبدي. تفضل. عن طيفها المتأبدي يزداد سرا ما بدي، وأنا المسافر في الرؤى أتصيد الحلم الندي، أستل من تلك الطلاسم إذ أراها موعدي، وأجسها نظر السقيم إلى وجوه العود، وأظن خطي في السراب كمثل وشم في اليد غربية، وأنا المشرق إن أروح تغتدي. يا حيرتي وترددي، غربية وأنا المشرق إن أروح تغتدي، لكأنني سيزيف يمعن في الشقاء السرمدي، لكأنني سيزيف يمعن في الشقاء السرمدي. يا حيرتي وترددي وخسارة السعي الردي، يا طيفها ويحثني شوق له فلتصمدي، أبصر بقلبك سيدي أيقظ ضميرك تهتدي، أنا إن ترى سر بمقلة ناسك متعبدي، أنا لهفة الجوع المدثر في سكون الموقد، أنا محض أحلام الشعوب بحر عيش مرغدي، أنا صرخة السجن الجماد بوجه ظلم أسودي، إني لمرآة البلاد تسير دون تسددي، فمن المحيط إلى الخليج طغى سبات المرقد، أنا ليس يدركني سوى من أسلم الدنيا يدي، أطرقت منتشيا لها فرأيت في أمس غدي، ورأيت آمالي تسير إلى مجال الفرقدي. ورأيت آمالي تسير إلى مجال الفرقدي. جعل الله آمالك دائما آمين عالية آمين شاهقة، وأنت لها على كل حال. دكتور عامر الجراح الشاعر السوري الجميل، للأسف انقضى وقت هذه الحلقة، ماذا تقول في ختامها؟ في الختام أشكر قناة الرافدين، أشكر شكرا الأخ الحبيب أستاذ مصطفى مطر على هذه الاستضافة الكريمة، وأنا سعيد بحضوري في أول مرة في استوديو الرافدين. طبعا أنا كنت قديما أقمت حلقة عن المصطلح لن تكون الأخير عن بعد، والآن أنا في الاستوديو بين إخوتي وأحبائي. أشكركم جزيلا وأتمنى جزيلا لكم التوفيق في القناة وفي البرنامج أيضا. شكرا لك دكتور. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم، إلى اللقاء.